الله وبركاته. المرحلة الأولى، صباح الخير. اليوم إن شاء الله راح نكمل محاضرتنا الشابتر مالتنا اللي هو Diagnostic Imaging. وصلنا البارحة طبعا استعرضنا وياكم بروسيجرات إكس راي ألتراساوند، وأخذنا أمثلة عليها وشفنا عليها صور توضيحية. اليوم وصلنا للأدفانسد Diagnostic Imaging Procedures. الأدفانسد اللي هي اللي اخترعوها بعدين، وتصوير مقطعي مبرمج، منها اللي هو الكمبيوتر توموغرافي سي تي، المختصر مالته سي تي، اللي هو قلنا عليه البارحة شرحناه. قلنا هو جهاز التصوير المقطعي المبرمج. والأدفانسد دياجنوستيك إيميجينج بروسيجر الثاني اللي هو الماجنتيك ريزونانس إيميجينج، مختصر MRI، جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، and positron emission tomography computed tomography، يعني جهاز البيت سي تي، مختصر هاي الجملة كلها هو بيت سي تي imaging devices، اللي هو يستخدم بالطب النووي، جهاز الانبعاث البوزيتروني اللي نصور به functions of organs، ونعرف به تطور التيومرز وشون استجابتها للفارماكيوتيكال دوزز، يعني الجرعات العلاجية اللي نعطيها للبيشنت. هسا نجي نشرحهن وحدة وحدة. هذه صورة توضيحية توضح أنه الـ CT scan والـ MRI بالبداية Positron Emission Tomography Advanced شلون قاعد يوضح لي. بالنسبة لهاي الصورة، هي صورة لنوع من أنواع الـ CT scan اللي هو الكارديوغرام اللي نصور به veins and arteries، يعني هاي المنطقة شرايين الأوردة. بس راح نجي عليها الانجيوغرافي الـ CT انجيوغرافي، هذا خاص بالـ CVS أو الكارديوفاسكولار سيستم. الكمبيوتر توموغرافي مثل ما تشوفون هذا الشكل التوضيحي مالته، أستخدم به الإكس رايز يعني الأشعة السينية نفسها. جهاز الأشعة يكون بي مرتبط بالإكس راي تيوب قدامه، هذا الفلتر، ونستخدم الكوليميترز as the ordinary إكس راي equipment، يعني مثل أجهزة الأشعة العادية. البيشنت راح يكون هنا، البيشنت راح يكون بين الإكويبمنت، بين الجهاز مالتنا وبين الديتكتورز، هذا هو صف من الديتكتورز، ديتكتر الراي. هذه المستلمات يسموها، أو الأشياء اللي تستلم الإشارة اللي طالعة من البيشنت، كل هذه الأجزاء محصورة ضمن هذا الجهاز. البيشنت أو أنتم تروحون للمستشفى راح تشوفون هذا الجهاز، هسه راح تطلع لنا صورته ونشوفه، بس هذا شرح تخطيطي. هذا الجهاز اللي هنا شكل دائرة يسمونه الجانتري، يعني هو اللي داخل، ما داخله الكوليميتر والفلتر والإكس راي تيوب بالإضافة إلى ديتكتورز، والبيشنت أيضا يدخل بهذا الجانتري وناخذ له الصور. Computerized tomography أو CT scan combines series of X-ray images. شنو الفرق بينه وبين الإكس راي العادية؟ إنه الإكس راي تعطيني صورة واحدة، لكن هنا combines a series of X-ray images، يعني عدة صور ناخذها على مقاطع، لهذا يسمونه جهاز المقاطع، التصوير المقطعي. X-rays image taken from different angles around your body and uses computer processing to create cross-sectional images slices، يعني المقاطع اللي راح أخذها راح تكون cross-sectional بشكل عرضي. Of المن راح أشتغل بهذا bones, blood vessels and soft tissue inside your body. يقدر يصورها، لكن يجينا بالسوفت تيشو الجهاز الأكثر كفاءة من عنده اللي نعتمد عليه اللي هو الأمراء، بعدين راح نوصل له. لكن هو يقدر يقيسها بكل الأحوال، لكن السي تي يفضل في حالة البونز لأنه هو إكس رايز، فالإكس رايز مثل ما شرحناها البارحة أنه تفضل في حالة البونز
على مود الـ intensity of radiation. CT scan images provide more details information that plain X-rays do. يعني راح تعطيني هواية تفاصيل أكثر من الأشعة العادية لأن هاي أشعة مقاطع، فكل ما أدخل إلى مقاطع أكثر راح أحصل على more details than plain X-ray. CT scan computed tomography scan makes used computer processed. البارحة قلنا أنه الأجهزة هذه المتطورة أو اللي يسمونها advanced procedures راح تعتمد على ال processing computer processing. الكمبيوتر يسوي لها معالجة لل details اللي تجيني أو ال information اللي تجيني من التصوير، راح أسوي لها processing عن طريق الكمبيوتر. Computer processed combination of many X-ray measurements taken from different angles and produce cross-sectional images of specific areas of a scanned object, allowing the user to see inside the object without cutting. يعني راح تعطيني معلومات مفصلة على inner the patient body. هنا هذا توضيح انه الديتكتورز مالتنا والاكس رايز تيوبز راح يتحركن حول البيشنت بهذا الشكل اللي هو دائري، لكن مو دائره كامله مثل ما جاي يشوفون. هذا اتجاه السهم دايركت اوف اري، فايش راح يكون؟ راح يكون مثل الحلزوني، لهذا يسمونه المفراس الحلزوني او السبايرال سي تي. مو دائرة ورا دائرة، وإنما من دائرة إلى دائرة ينتقل. جاي يشوفون هاي الشكل التخطيطي مالته، فويا كل دائرة راح ياخذ لنا كروس سكشن، ياخذ لنا مقطع عرضي، يصور هاي المنطقة بعدين يصور هاي المنطقة بعدين يصور هاي المنطقة. لهذا إذا تشوفون السي تي فيلم يعني فيلم المفراس راح يشوفون مقاطع بالضبط. دائما أشبهها مثل أقراص الخيار، إذا يعني واحد يقطع الخيار راح تكون الصورة على شكل أقراص بالضبط. شلون الخيارة من نقطعها قرص ورا قرص هيك راح تكون، فيبدي هاي المنطقة يعطيني صورة إلها، وهاي المنطقة وراها صورة إلها، وهاي المنطقة صورة إلها. وهسه راح نشوف رسوم صور توضيحية. Essential physical characteristics of CT detectors are good detection efficiency طبعا and fast response. يعني الديتكتورز مالتي اللي هي المستلمات اللي تستلم الأشعة تتميز انه عندها good detection efficiency، بعدين عندها fast response، بسرعة راح تستلم وتستجيب وتحولها إلى الكمبيوتر عم أسوي لها حالة من أسوي لها حالة البروسيسنج، أسوي لها معالجة على مدى حصل على الصور اللي أنا أريدها تفيدني بالدايجنوسيس. Currently solid state detectors حديثا شو يستخدمون؟ انه الديتكتورز قد تكون يعني اكثر شيء نستخدمها اللي هي مور افشنسي، هي من الغاز، الغاز ديتكتورز من الغازات، مثلا زينون فولد ايونيزيشن تشامبرز، نستخدم غاز الزينون نملي الديتكتورز بالغاز. هذا هاي الديتكتورز الغازيه اللي هي مستخدمه حاليا، يعني احدث شيء هي هاي. That were used previously and that had detection efficiency of about 70%. Solid state detectors are generally scintillators, meaning that the X-ray interaction with detector generate light. تطلع على شكل light يتحول إلى pictures أو images. هنا البيشنت طبعا يراد حاله من البريبيرنج، يعني نحضره نحكي وياه شلون ناخذ لك الاشعه، نهون عليه القضيه لانه ما يعرف شيء، ما يعرف ايش راح يصير به، فشلون ياخذون الاشعه، فلازم احنا نشرح له. جهاز السي تي سكان مثل ما جاي يشوفون هنا، اذا تشوفون المؤشر جاي اشير لكم عليه، هذا هو الجانتري اللي هو الغلاف الكبير للجهاز اللي احنا داخله كل التفاصيل اللي هي الديتكتورز والاكس راي تيوب والفلترز كلها موجوده داخل.
البيشنت هنا ما راح يشوف شيء، راح يشوف بس هذا الجانتري او يدخل جواه. احنا وين راح نكون؟ طبعا لان قلنا السي تي سكان راح يستخدم الاكس راي، فالاكس راي مثل ما تعرفون هي ايونيزنج راديشن، يعني بها خطوره علينا، فنطلع برا ونفحص منها. هاي الكنترول مالتنا نفحص منها، وهنا انا راح اعطي انا الفاريبلز مالتي اللي هي الكي في والماس، يعني فولتيه اللي اشتغل عليها الى اخر التقنيات المستخدمه. راح يسوي للجهاز بروسيسنج وراح يعطيني الصوره. هذا هو الليد جلاس، زجاج يعني رصاص، يعني ماده من الرصاص والجلاس، فيسمونه الليد جلاس على مود شنو نستخدم بغرف الاكس راي او غرف السي تي سكان. نستخدم الليد لان الرصاص هو حاجز، راح الايونيزنج راديشن ما ياثر على الكاريرز، يعني العاملين اللي يشتغلون سواء الراديولوجيست او التكنولوجيست. دكتورة بس تفضلوا. باحتمال هذا المريض من راح يسوي هذا الفحص، وهم راح يسبب نوع من الاذيه. اها، يصير يختلف عن العاملين، يصير بنوع من الاذيه صحيح، لكن احنا المريض شلون نخفف عنه الاذيه؟ ان نستخدم هاي الفلترز الموجوده، او ثاني شيء هو راح يتعرض مره واحده بالقليل بالسنه او بالست شهور مره واحده، فهاي ما تاثر. لكن البروتكشن المن مطلوب؟ مطلوب للراديولوجيست والتكنولوجيست، لان ذولا يشتغلون يوميا واكثر من فحص، فبالتراكمات تصير خطوره. اما البيشنت لا، مو ذيك الخطوره عليه. واحنا دائما نتحفظ على السي تي سكان، يعني ما نحول البيشنت راسا سي تي سكان، نخاف عليه من الراديشن. لكن بالنسبه للمريض اذا مره او مرتين بالسنه يعني قليل التاثير عليه، ان شاء الله ما يعني مو ذاك النسبه. اوكي، اذا احد عنده سؤال، طلاب، بنات، شباب، يقدر يقاطع المحاضره او يتداخل باي وقت. اوكي، نكمل. كمبيوتر توموغرافي انجيوغرام، احنا ويا كل بروسيجر نعطي فد اكزامبل واحد. مثلا كمبيوتر توموغرافي انجيوغرام هذا واحد من امثله السي تي سكان بروسيجر. الانجيوغرام او الانجيوغرافي يسمونه is a test uses x-ray to provide details pictures، راح يعطيني صور مفصله المن of the heart and blood vessels that go to the heart، يعني خاص بالقلب وبالblood vessels اللي رايحة للقلب، lung and brain, kidney, head, neck, legs and arms، يعني خاص بالCVS. هنا أنا إذا عندنا مشكلة بالCVS، عندنا عندنا مشكلة بالأوعية والشرايين، راح نستخدم تكنيك خاص اللي هو الكمبيوتر توموغرافي أنجيوغرام، أو يسمى اصطلاحا أنجيوغرافي نعرفه إحنا، هو سي تي الشرايين أو سي تي الأمراض القلبية. سي تي أنجيوغرام كان شو بلوك أند ناروود أرياز، إذا أكو مناطق متضيقة في البلاد فيزلز. Computed tomography angiography is a computed tomography technique used to visualize arterial and venous vessels. هنا أنا أقدر أدخل المناطق أكثر تفاصيل، الشرايين والأوردة، arterial and venous vessels throughout the body using contrast. هنا أنا نقطة مهمة، أقدر أستخدم ويا الكونتراست. الكونتراست البارحة قلنا هي مادة اللي يسمونها الناس، يسمونها المادة الملونة أو يسمونها الصبغة. أقدر أعطي مادة ملونة على مود أشوف ألون الشرايين حتى تصير واضحة عندي بالصورة. Injected into the blood vessels، طبعا راح أعطيها IV للبيشنت، يعني عن طريق الوريد. Images are created to look for blockages, aneurysms, dissections and stenosis، شغلات الانسداد والتضيق اللي تصير بالشرايين كلها راح اشوفها. وهسه راح اعطيكم صور راح تشوفون بنفسكم شلون تبين الصوره بالانجيوغرافي. هنا عندنا هذا صوره الانجيوغرافي، جاي تشوفون شلون الفيزلز شلون مبينه عندي.
هنا أنا هذا الهارت. إذا أجي إلى صورة أكثر تفصيلية، هاي قلنا هو يكشف لي الستينوسيس أو يكشف لي البلوكيجز الانسدادات. هنا لما أجي أباوع على هذه الأرتريز أشوف البلد واصل هنا لهاي المنطقة، بعد هاي المنطقة جاي يمشي بيها قليل، فهنا أنا راح أساعد أنا الكارديولوجيست طبيب الأمراض القلبية، راح أساعده بهاي الصورة اللي أنا صورتها عمود يعرف وين الجلطة صايرة هاي، من اللي جاي يمنع مرور الدم. فهو هنا أنا شغلي طلعت للمكان، لكن هو شغله شنو؟ يعالج هذا الانسداد، يتدخل يا إما بعمل جراحي أو يتدخل بعلاج معين. فهذا هو الميزة الأساسية بالراديولوجي، أنه نقدم للأطباء صور من خلالها راح يشتغلون ويعالجون الحالة اللي مسببة الابنورمال ستيت للبيشنت. فهاي هنا هسه نشوف هذا كارديو انجيوغرام، الانجيوغرافي هذا هنا مبين عندي هذا الارتري هنا أنا صاير عنده انسداد، فما قاعد يعني blood not forced in this area. هنا أنا هم عندي هاي المنطقة، هاي المنطقة نشوف البلد هنا وصل لهاي المنطقة، صار عندنا لون طوخ ووراها ما قاعد أشوف، يعني ما استلمت details تأكد لي أنه blood forced to this area. هنا هاي مناطق الانسداد صارت مبينة، ولهنا ينتهي شغلنا احنا، بعد شغل اطباء القلبية هم يصرفون ويا هاي البلوكيجز الموجودة او الستينوسز الى اخره. نجي على الاذر ادفانسد بروسيجر اللي هو الماجنتيك ريزونانس ايميجينج، عالم خاص ويختلف جدا عن الاكس السي تي سكان، والاختلاف الاسينشال الجوهري الموجود بينه وبين السي تي سكان انه ما يستخدم الايونيزنج راديشن، ما يستخدم الاكس راي، لهذا يكون سيف، يسيف حتى بالنسبه للفيميلز للبريجننس للفيتاس، ما عندنا به مشكلة لأنه ما نستخدم به ذبذبات راديو، وبالإضافة إلى الماجنتيك فيلد، يعني عندنا مجال مغناطيسي وعندنا ذبذبات أشعة راديو أسلطها على المجال المغناطيسي وأحصل من خلاله الإشارة. فالمصطلح الجاينة الاختصار مالته هو الأمراي، جاي من ماجنتيك ريزونانس إيميجينج، التصوير بالرنين المغناطيسي. سنة 73 when Paul Lauterbach developed method of specialty encoding the NMR، أول مرة كان اسمه nuclear magnetic resonance، يعني التصوير المغناطيسي النووي، يستخدمون به نواة الغاز الموجود عندي، يعتمد على غاز الهيدروجين. Signal by utilizing linear magnetic field gradients. طبعاً أنا ما راح أدخل وياكم بالتفاصيل إنه شنو gradient وشنو اعتمادنا على الهيدروجين، هاي تتعرفون عليها في مراحل متقدمة أو بالاختصاص إن شاء الله. إحنا ناخذ بس مصطلح عام وتعريف عام للجهاز. عندنا المخترع بيتر مانسفيلد اللي هو لازم واحد يذكره، لأنه حتى الوحدات الموجودة نستخدمها بالرنين المغناطيسي، نستخدم وحدة المانسفيلد كرامون للعالم بيتر مانسفيلد اللي هو discovered means of determining special structure solids by introducing linear gradient. الgradient هي الملفات اللي ملفات المغناطيسية اللي أنا أخليها داخل الجانتري. هناك عندنا detectors بالسي تي سكان، هنا عندنا gradient الملفات اللي ملفات خاصة، أو كل فحص الgradient خاص بي. That to introduced specially varying resonance frequencies، عندنا ترددات رنينية. To resolve special distribution of magnetization was major milestone and beginning to, of magnetic resonance imaging. الاكتشاف مال مانسفيلد هو هذا اللي استخدم لنا gradient خاصة يستقبل الإشارات ويحللها، وهو هذا كان الأساس باختراع الـ MRI. For their work,
روتربر اند مانسفيلد، ذول العلماء الاثنين على مود هذا الشغل اللي اكتشفوه، وير اووردد ذا نوبل برايز فور ميديسين، اخذوا جائزه نوبل للطب بسنه 2003. الاجهزه الام ار اي هنا تكون على اشكال، هنا حاطين لكم اي بي سي ثلاث نماذج، واحد هذا يسمونه بالنسبه للبي هذا يسمونه الاوبن، يعني احنا عندنا جانتري هسه بالسي وعندنا بالاي، جانتري ويدخل بيه البيشنت، الكثير منكم يا اما هو مسوي رنين او رايح ويا اهله وشايفهم يدخلوهم في جهاز معين. نوبات اكو عندنا مرضى يعانون من الكلاستروفوبيا، يعني الخوف من الاماكن المغلقه، هذا اذا دخل بالرنين يقوم يعيط ما يقدر ما يتحمل الفحص، والفحص مالت الرنين يطول ممكن ثلث ساعه ممكن ربع ساعه، يعني مو مثل الاكس راي والالترا ساوند بساعه ويخلص، لا فحص الرنين غير شكل، يعني يطول حتى 20 دقيقه 30 دقيقه. لكن في هيك حاله يعني كانوا يلجؤون الى هذا الاوبن اللي هو حاليا مو يعني مو كلش معتمدين عليه، يعني البيشنت يفحصونه ومن غير ما يغلقون عليه فد جانتري معين، لكن هذا الاجهزه الحديثه لها بها جانتري، فالبيشنت اللي يخاف من الاماكن المغلقه هو يعاني من عنده، يا اما نلجا الى وسائل خاصه او نشرح له الوضعيه او نهون عليه الفحص الى اخره، او اكو بهم اساسا ما يقبلون الفحص اصلا، يعوف الجهاز ويهرب من عنده. Since the discovery يعني MRI has quickly become one of the most important medical imaging devices. منذ اكتشافه هو صار الموست امبورتنت ميديكال ايميجينج ديفايسز افيلبل تو فيزيشن توداي، من اكتشافه ولحد الان هو صار اكثر اهميه. ليش؟ لانه النون ايونيزنج يفضلونه لانه اشعه مو مؤينه، قلنا سيف بروسيجر. يعني السبب الثاني الديتيلز اللي يعطيني اياها، الصوره الواضحه، او متفوق بانه يعطيني صور تفصيلية للسوفت تشو، يعني مو بس البونز يطلعها، يطلع السوفت تشو وبتقنية عالية وبوضوح عالي، more accurate than CT، يعني أكثر دقة الصور مالته. Unlike other imaging modalities such X-ray and computed tomography، يعني ما يشبه الكمبيوتر توموغرافي والإكس راي بيمن، الأمراي does not involve ionizing radiation، ما بي ايونيزنج راديشن، فلهذا صار عندي مهم جدا. الصفه الثانيه البي، MRI also offers superior soft tissue contrast that not possible with other imaging modalities. المودلتيز الثانيه ما راح تعطيني ديتيلز وافيه للسوفت تشو، واقدر ايضا استخدم الكونتراست اللي هي الصبغه او الماده الملونه. Furthermore, in MRI, the desired level of image contrast among different tissues can often precisely controlled with simple adjustment to the acquisition timing parameter. طبعا تطورت التقنيات وزادت البارامترات واستخدمت ملفات اخرى على مود اطلع فحوصات خاصه، فتشوفون في وحده الامراض عندنا جريدينت وعندنا كويلز ملفات خاصه مثلا الى الهيد الى الني جوينت من اجي افحص الركبه، طبعا اكو كويل خاص يثبتونه على ركبه البيشنت يفحصون بها اللي يسوون الرنين مالت الركبه، لكن بالنسبه لي الشغلات الفيرتبرال كولوم يعني عمود الفقري، فحوص الديسك برولابس وغيرها، الانزلاق بالعمود الفقري، هاي ايضا لها كويلز خاصه بها. MRI has become an available tool for assessment many types of disease، طبعا الى القدره على تشخيص هوايه امراض. MRI systems comprise a number of major hardware components، طبعا بما انه قلنا هو computerized
راح ألجأ للكمبيوتر ويسوي لي بروسيسنج ويطلع لي إحداثيات وصور. فلهذا نشوف هاي نمبر اوف ميجر هاردوير، عنده برامجيات متعددة. ليش؟ And to على مود control of digital systems that provide instructions, monitor system performance and acquire the process, the signals that used to create images. على مود استقبل وأعالج الإشارات اللي مستلمتها وأحولها إلى images or spectroscopic signals reporting on wide range of tissue states. هاي في حالة أريد أراقب التشو ستيتس، يعني حالة التشو. These systems are coordinated by one or more computer workstations. نوبات مو حاسبة واحدة، نستخدم computer workstations. يعني شوفون التكنولوجيست اللي قاعد يفحص على البيشنت يم أكثر من حاسبة، workstations مربوطة على بعضها. Or PCS that provide the interface, the MRI operator, enabling acquisition to be planned, executed, and images to be calculated, displayed, and stored. كل هاي الكمبيوتر والتقنيات والهاردوير الموجودة عندي أريد أحصل من خلالها على images. الimages هاي شو أسوي بيها؟ To be calculated، أحصل عليها و displayed، أعرضها للبيشنت أو أعرضها للطبيب للراديولوجيست. And stored، وتخزن كذلك. يعني إحنا من نريد نحكي على الصورة اللي طالعة قدامنا، ممكن أن يطلبون مقارنتها ويا صور أخرى. أنا عندي ميموري وعندي ستور. Often providing sets of measurement and analysis software addressing particular clinical question. الفيجر اللي راح نشوفه يعني المخطط راح يشوفنا هاي major components of MRI system. بالحقيقة الMRI هو system كامل، أو مثل ما سميناه workstation، يعني محطة عمل مو جهاز. تشوفون هذا المخطط عندكم، هذا هو داخل الجانتري. راح يصير عندي دولة اللي هو الكولد هيد، اكو عندي تبريد لانه الملفات هاي تحمل، فهاي منطقة نبرد بيها الملفات يصير بيها هنا. وهنا الروم تمبرتشر بور اللي هو هذا يدخل البيشنت. هنا هاي الجريدينتس او الملفات اللي يطلع منها المجال المغناطيسي، مرتبطة بمن؟ هذه هي الورك ستيشنز اللي هو ماجنت باور سبلاي، هنا الكهرباء اللي تغذي لي الجهاز. الكرايو كومبرسرز، كومبرسر هذا محطة التبريد اللي نبرد بها الجهاز. شيم باور سبلاي هاي تجهيز الطاقة للملفات الخاصة اللي عندي. وهنا هذه البقية أنتم ما مطالبين بها، لكن هذا الشكل هو للتوضيح. هنا الستورج والكونسول والكمبيوتر سيستم سيكونس كنترولر، فذني كلهن يشتركن على مود نطلع بالأخير هنا بالكمبيوتر مالتنا، تطلع لنا صورة قلنا details راح تتحول إلى images، والimages إيش راح نسوي بها؟ display and storing. هذه صورة الMRI وجاي نشوف التفاصيل مالتنا. هنا هذا البرين والبرين ستيم، وجاي نشوف حتى هذا spinal cord الحبل الشوكي. والسباينال كورد هو يعني هو سوفت تشو، مع ذلك شو نشوف؟ نشوف التفاصيل مبينه حتى بالنسبه لي. هنا السيرفايكل فيرتبرا اللي هي الفقرات العنقيه، بون عظام، فتبين عندي البونز اند سوفت تشو، المناطق الاسود والابيض حسب الفحص مالتنا، حسب السيكونس ونوعية الفحص اللي مستخدمينه. وهذه تفاصيل
إحنا قلنا متروكة للاختصاص العام، لكن هاي الصورة بس للتوضيح نطلع عليها، نشوف هنا شلون التفاصيل مبينة، ديتيلز يعطيني واسعة اللي هو الأمراي. فهنا طبيب الجملة العصبية بعد تكون الأمور واضحة عنده، وهو هذا شغلنا إحنا كعاملين في مجال الراديولوجي، شلون نطلع صورة، نطلع أكبر قدر ممكن من الديتيلز يستفاد منها يستفاد من عدها البيزيشن على مود يعطيني a good treatment for the patients. هنا المقطع هو نفسه لكن بزوايا مختلفة، يسمونها كورونال والساجيتال، يعني حسب الفحوصات مرات يطلبون الطبيب يطلب من عندنا مقطع عرضي أو مقطع طولي إلى آخره. لهنا خلصنا الأمراي والسي تي سكان اللي هن لازالن عاملات ويشتغلن لحد الآن وبدرجة عالية من الأكيورسي والإمبورتنس، دقة وأهمية بالفحوصات اللي تعتمد عليها الأطباء بالمجال مجال تشخيص الأمراض. لكن الجهاز الجديد أو هو الأكثر تطوراً منهم اللي هو البوزيترون إيميشن توموغرافي أو مختصراً بيت، أو المعروف عند الناس هو بيتا سكان يصيحوا له، لكن هو مو بيتا سكان، بيتا واحد والبيت واحد. البيت هو مختصر بوزيترون إيميشن توموغرافي، من اسمه بوزيترون إيميشن يعني انبعاث بوزيتروني، أصور بالبوزيترونات المنبعثة من البيشنت. مرة استخدمت مغناطيس، مرة استخدمت إكس راي، هنا راح أستخدم بوزيترون، يجيني من المواد اللي أنا أخليها بالبيشنت ودي، يعني بالجرعة اللي أعطيها للبيشنت. من لما داخلنا وياه كومبونايد وذ سي تي صار اسمه بيت سي تي، يعني عندنا جهاز بانبعاث البوزيتروني والمفراس. نوكلير ميديسن ان جنرال، على مود اتعرف على النوكلير ميديسن وشنو يختلف عن غيره وليش انا اخذ هذا الجهاز. نوكلير ميديسن uses a small amount of radioactive material called radio tracers. انا استخدم مواد مشعه يشربها البيشنت أو يأخذها بالآي في عن طريق الوريد على مود ساعد دكتورز يوز نوكلير ميديسن تو دايجنوس تشخيص and evaluate تقييم الحالة and treat various disease. أكو أمراض نقيمها بالطب النووي ما يقيمها إلا السي تي والأمراي، وهسه راح نجي. These include cancer. الكانسر هو أكثر شيء يقيم بالنوكلير ميديسن. ليش؟ هسه راح نجي لأمور تتعلق بالفانكشن and improvement of treatment these tumors. بالإضافة إلى الكانسرز أيضا يفيدني بالهارت ديزيز، يفيدني بالجاسترو انتستينال اندوكراين. الاندوكراين مثال عليها الغدة الدرقية، اللي هي يستخدمونها مواد مشعة مثل اليود على مود يشخصون الاعتلالات اللي تصير بالغدة الدرقية. And the neurological disorders and other conditions. هاي الكونديشنز اللي أقدر أشخصها بالنوكلير ميديسن. نوكلير ميديسن exams pinpoint molecular activity، يعتمد على فحص الفعالية الجزيئية لخلايا اللي أنا راح أسلط عليها هذا البروسيجر وأتعرف شنو المشكلة عندها. This gives them the potential to find disease and its earliest stages they can also show. المهم بهذا الميديسن أنه يقدر يكتشف للحالة وهي إيرلي، على مود أقدر أتصرف وياها قبل لا تستفحل الأورام وتنتشر. Nuclear medicine is non-invasive.
مثل بقية الراديولوجي procedures هو non-invasive except for intravenous injection. ما عندي تدخل ويا جسم البيشنت إلا الـ IV injections، يعني أنا على مود أعطي مادة مشعة، أعطي جرعة يلا أفحصها بالجهاز مال البيت، لازم أعطي إلى على شكل intravenous injection الـ IV injection. It is usually painless، طبعاً بدون ألم. These tests use radioactive materials called المادة اللي أستخدمها، المواد المشعة اللي أعطيها للبيشنت IV أسميها راديو فارماكيوتيكالز and or تسميه ثاني لها الراديو تريزرز، اما مواد مشعه او الدوائيات المشعه to help diagnose and assess medical conditions. انا ما اقدر اسوي دايجنوس للميديكال كونديشنز الا بهاي المواد، لان لازم تنبعث عندي بوزيترونات، لازم يصير عندي إشعاع منبعث على مود أصوره وأسجل الحالة. البيت سكان كمصطلح هو combines between CT scan and PET scan. It gives details information about cancers. زين، ليش إحنا ما نكتفي بالبيت؟ ليش جبنا CT خليناه وياه؟ The PET scan uses mostly radioactive drug to show the areas of your body where cells are more active than normal. بالنسبة للبيت هو يعطيني بس المناطق اللي بيها نشاط إشعاعي اللي يتأشر أنه أكو فد شيء abnormal موجود بهاي المنطقة، لكن من خليت ويا السي تي جهاز مقطعي فراح يحدد بأي مقطع موجود هذا النشاط الإشعاعي. هسه بالصور الجاية راح تشوفون الفرق بين البت بوحدة والسي تي بوحدة، ولما أسوي بروسيسنج معالجة أطبق صورة البت على السي تي إيش راح أحصل وش يكون الفرق عندي. هذا جهاز البت سي تي إكويبمنت، هنا الجانتري صار عندنا أكبر، شوفونا هذا هنا صار أكبر، الجانتري أضخم إذا نقارنا بالبقية. ليش؟ لأن البيشنت إذا دخل هنا أول ما راح يصور هذا قدامه، راح يلقى البيت سكان اللي هو جهاز الانبعاث البوستروني، وراها ورا ما يكمل راح يندفع بعد أكثر يدخل لجوه. منو اللي وراه هنا؟ وراه جهاز جهاز السي تي بالبداية، بعدين جهاز البوسترون إيميشن تومغرافي أو البيت. أول مرة يتصور على شكل مقاطع، وبعدين تدخل هاي المقاطع تتصور على شكل انبعاث بوزيتروني، فالحصيلة ما دول الجهازين راح تطلع لي PET CT images، يعني صور تشمل النشاطات الإشعاعية الموجودة عند البيشنت أو الأورام اللي عنده، وبالضبط الـ CT راح يعطيني الأناتوميكال details، يعني تفاصيل المقطع، يعني تفاصيل تشريحية وين صاير هذا الأكتيفيتي، وين صايرة بأي section من الجسم. PET scan measures important body functions. نعتمد عليه بتقييم body functions. نشوف أكو activity لو لا. Such as metabolism. إحنا شلون نعرف ال هنا شنو علاقة الميتابوليزم؟ لأنه المنطقة اللي بيها كانسر أو اللي بيها abnormal activity راح تكون الميتابوليزم مالتها عالية جدا. هسه من راح نجي للمادة المشعة راح نعرف شنو علاقة الميتابوليزم بالتفاصيل الأخرى. It helps doctors evaluate how well organs and tissue are functioning. شلون هاي الأعضاء والأنسجة جاي تشتغل بصورة طبيعية أو لا. هذا بالنسبة إلى شغل البت. CT images special X-ray equipment that causes contrast material to produce multiple images inside the body. هنا ذاك يعطيني الاكتيفيتي، يعطيني الفانكشن. هنا انا راح احصل على الاناتوميكال المقاطع. فهنا السي تي ايمجينج بروفايدز اكسلنت اناتوميك انفورميشن. يعطيني بس المقطع، يعني المقطع التشريحي يسمونه الاناتوميكال كروس على مود اعرف انا
الفانكشن الموجوده او الاكتيفيتي الموجوده وين بيا مقطع بالضبط. كومبونايت بالسي تي سكانرز بيرفورم، ايش راح يعطوني الكومبونيشن مالته. almost all PET scans today these combined scan help pinpoint abnormal metabolic activity and may provide more accurate diagnosis than two scans performed separately. راح يعطيني صورة مؤكدة عن الاكتيفيتي والاناتومي in the same time. المادة المشعة عندنا راديو تريسرز اند موليكول link to or label with a small amount radioactive material. يعني مادة مشعة وأخلطها ويا راديو radioactive ويا فد مادة معينة على مود أستفيد منها. The most common radio tracer هذا المادة الأكثر شهرة المستخدمة حاليا. The most common radio tracers is fluorodeoxyglucose أو ما يسمى بالFDG اللي مستخدم حاليا. يجينا البيشنت يريد يسوي PET CT scan. ايش راح اعطي المادة المشعة مالتي؟ fluorodeoxyglucose. منين جايتني هاي المادة؟ من فلور 18، هذا غاز الفلور 18 اللي هو المادة المشعة اللي راح استفيد منها. أخلط ويا الديوكسي جلوكوز اللي هو مادة سكرية. ليش المادة السكرية؟ لأنه الكانسر يحب السكر، يصير بميتابوليزم. إحنا قلنا راح نعرف شنو يعني علاقة الميتابوليزم بالفحص. راح يصير ميتابوليزم، راح يسحب الجلوكوز. إيش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي الفلور. لهذا تشوفون مرضى السرطان يمنعوهم من الحلويات، لأنه السكريات الجلوكوز راح يسبب اكتيفيتي زايدة ونشاط زايد للأورام فتنتشر في جسم البيشنت. هنا أنا المادة اللي استخدمها هي فلور وجلوكوز FDG. الجلوكوز راح يسحبه والفلور راح يشع البيشنت وأسجل من المنطقة اللي صار بيها ميتابوليزم. molecular similar to glucose cancer cell more metabolically active and may absorb the glucose. هنا راح تمتص الجلوكوز at higher rate، بسرعة راح يمتص الجلوكوز. هاي بالنسبة لمنطقة الأورام السرطانية والعياذ بالله. This higher rate can be seen on PET scan. هنا البيت راح يصور هاي الاكتيفيتي. This allows your detector to detect disease before it may be seen other imaging tests. FDG is just one of many usually received. بس هذا هو أشهرها. ممكن نستخدم هواية مواد مشعة، مو بس FDG، لكن FDG هو أكثرها شهرة. وتقريباً الإشعاع مالته أمين. يعني البيشنت إذا فحص عندنا الصبح أو فحص عندنا الظهر، نقول له منا لليل تبتعد عن الناس، ما يعني تشع الناس، لأنه يأثر على الأطفال، يأثر على الفيميلز البريجننس النساء الحوامل الفيتس. بينما أكو مواد لا تتطلب عزل البيشنت إلى أسابيع، مثل اليود. اليود عندنا مادة مشعة يعني خطرة، فلهذا الـ FDG يفضل، لأن الفلور خلال يوم واحد ينتهي من جسم البيشنت، يعني more safe than iodine or other tracers. نرجع على موضوعنا اللي قلنا ليش خلطنا البت مع السي تي. البت مع السي تي ليش خلطناها؟ قلنا السي تي سكان راح استخدمه للاناتومي على مود يميز لي المقاطع مالته. البت سكان راح استخدمه على مود يطلع لي فانكشن. يعني هنا مثلا صوتي قطع ما اعرف بعد هاي المشكله. هسه واضح؟ واضح هسه تسمعوني؟ لا طلاب ماكو مشكله بالصوت، اللي عنده صوت يقطع مشكله من يمه. اوكي هسه بالنسبه للبت، البت هنا نطلع لي الفانكشن، طلع لي الاكتيفيتي. اكو هنا في المشكله، هنا صار عندي ميتابوليزم زايد للجلوكوز. لكن بالنسبه للسي تي، السي تي راح يطلعها بالضبط وين؟ يعني هاي تفاصيل التشريحيه طلعها هنا. لما اجيت أسوي فيوجن
بين السيتي والبيت حصلت على هاي الصورة. هاي الصورة جاي يشوفون هم تفاصيل تشريحية وهم التفاصيل اللي تبين لي الأكتيفيتي وين صايرة. شنو الأشياء اللي تخليني أستخدم السيتي البيت سيتي بروسيجر؟ Doctors perform PET and PET CT scans too. على مود الكانسر والكانسر أشوفه spread يعني منتشر أو بعده. على مود assess the effectiveness of treatment. أنا البيشنت من طيدة treatment وطيدة جرعة كيميائية أقول له مرة ثانية تعال ورا 3 أشهر أو ورا 6 أشهر راح أخذ لك فحص ثاني. على مود أشوف الأكتيفيتي مالت التريتمنت يعني الورم يصغر يكبر جاي يستجيب للعلاج حسب الاكتيفيتي اللي يصور لي اياها الجهاز. النقطة الرابعة عندكم determined of cancer has returned after treatment evaluate prognosis. أشوف تقدم النشاط السرطاني بالخلايا السرطانية للبيشنت خاصة في حالة العمليات، وإذا شلنا الورم نبقى نتابعه في هذا الجهاز. assist tissue metabolism and viability. نبات يعني ماكو كانسر ماكو سرطان لكن أريد أشوف مشاكل الميتابوليزم الأكتيفيتي مالت الميتابوليزم. Determine the effect of heart attack myocardial infarction في حالة الجلطات القلبية أيضا أستخدمه. Identify areas or of heart muscle that would benefit from angioplasty or coronary artery إلى آخره من الشغلات اللي أنا أقدر أستخدمها. شغلات قلنا الكورونري أرتري أو الميوكارديال انفاركشن، مشكلات اللي تصير بالسي في اس اللي هو الكارديو فاسكولار سيستم. النقطة الأخيرة evaluate brain abnormalities، طبعا أورام الدماغ مشاكل الدماغ كلها أقدر أشخصها such as tumor memory disorders seizures and other central nervous system disorders. المشاكل اللي تصير بالجهاز العصبي دائما أنا أشخصها أقدر أستفيد من هذا الجهاز. فهاي هي الأمور some common uses of this procedure. عندنا هذا الصورة اللي قدامكم هنا، هاي الصورة وهذه الصورة الثانية. لما أجي أبغى أشوف أكو مناطق صار أدي بيها إشعاع صار بيها activity، أسلم الصور إلى الطبيب وهو يعني أنا بس مشكلتي يعني شغلي أنه أطلع وين المنطقة اللي صار بيها إشعاع صار بيها activity. الطبيب بعد هو يروح يدور وراها يشوفها وين صايرة ويعالجها ويتابع تطور العلاج بالجرع الإشعاعية. البروسيجر مالتنا إذا نريد نطلع عليه الأوردينري إكس رايز ثرو ذا بودي كرييت إماج، لكن النوكلير بالنسبة للأشعة العادية هي تخترق البودي وتطلع لي الإماج، لكن نوكلير ميديسن يستخدم الراديو أكتيف ماتيريالز قلنا اسمها راديو فارماكيوتيكال أو راديو تريزرز، هذا اسم المواد المشعة. بالنسبة للأطباء راح يأمرون بأنه البيشنت هذا لازم يأخذ هاي الجرعة وراها يخضع لعملية التصوير. ممكن نستخدم الجاما كاميرا، ممكن نستخدم جهاز السبكت، ممكن نستخدم جهاز البت. احنا ما مو شغلتنا حاليا، مو تخصصنا، احنا مرحلة أولى ناخذ اطلاع نظرة عامة جنرال فيو وناخذ مثال واحد على أجهزة الطب النووي اللي هو البت سي تي، ما راح ندخل بغير أجهزة. هنا البت سكان اونلي يوزد راديو تريزر انجكشن قلنا نعطيه على شكل IV. Unlike other imaging techniques، شنو اللي يختلف بيه النوكلير؟ Nuclear medicine focuses on process within the body. This include rate of metabolism. احنا قلنا شنو علاقة الميتابوليزم فحصنا؟ لأنه الكانسر أو المناطق اللي بيها نشاط شوية abnormal فيكون الميتابوليزم بيها عالي تسحب المادة الجلوكوز وتشعلي الفلور. And various other chemical activities، التفاعلات الكيميائية من أشوف أكو عدة نشاط معين أقدر أفحصه بهاي المنطقة وأشخصه وبالتالي نسوي له التريتمنت المناسب.
Areas of greater intensity are called hot spots. أركز على هاي المناطق أعتبرها hot spot. This may show large concentration of radio tracers and where they high level of chemical metabolic activity. These intense areas are called spots. إن أنا هاي ما عندي بيها مشكلة أسميها المناطق الباردة لأنه ما بيها high activity. Indicate a smaller concentration of radio tracer and less activity. فأتابع الأكتيفيتي مالتي أشخص وين الهوت سبوتس ووين الكولد سبوتس. كل البروسيجر إيش قد يستغرب؟ عندي الراديو تريزرز typically takes about 30 to 60 minutes to travel through your body and absorbed by area under examination. نحتاج من نص ساعة إلى ساعة كاملة على مود البيشنت من أطيت جرعة مو رأساً أقول له فوت على الجهاز مثل ما تصير بالسي تي والأمراي. لا، هذه المادة المشعة تحتاج لها من نص ساعة إلى ساعة على مود all the body absorbed ويروح للأريا اللي أنا أريد أفحصها. فناخذ الاستراحة، نعزل غرفة معينة لأن هذا صار خطر علينا، إشعة علينا من المادة اللي هو أخذها. هسه هم راح تسألوني تقولون إذا هو خطر علينا زين إحنا شلون نطي هاي الجرعة، شلون هو راح يشربها وتدخل بجسمه؟ بعد هو نفس السبب مال السي تي سكان، هو راح يأخذ الجرعة ويروح، وإحنا هذا شغلنا يوميا، فالخطورة تصير علينا مو عليه. هو الجرعة يوم واحد يتحملها على مود هو يريد يفحص. You will be asked to rest quickly and avoid movement and talking. طبعاً ده صعد للجهاز البروسيجر المعروف بكل الأجهزة إنه لا تحكي لا تتحرك إلى آخره. You will be moved into PET CT scanners and begin imaging. You will need remain still during imaging. هنا إذا أريد أفحص البيشنت PET CT إيش راح يصير؟ السي تي سكان ما ياخذ مني وقت هواي، السي تي سكان ياخذ مني دقائق، يعني دقائق معدوده ممكن 5 دقائق، لكن البت سكان تيكس 20 تو 30 مينتس، ممكن يطول ثلث او نص ساعه. توتال سكانينج كلهن ذني خلصن بمن السي تي والبت ممكن ياخذن اباوت 30 مينتس اور مور depending on which area. على شنو اعتمد يعني هذا الوقت انا على شنو اعتمدت وحددته؟ يعني اقول للبيشنت انت فحصك يطول نص ساعه او يطول 3/4 ساعه. depending on which area is under examination يعني المنطقه اللي اريد افحصها. طبعا فحوص البرين تختلف عن فحوص السي في اس، تختلف عن فحوص الابدومن، فتختلف حسب المنطقه. Additional tests involving other tracers or drugs may be used. ممكن أكو منطقة أفحصها تتطلب أطي بعد جرعة ثانية وأقول له أرجع بعد أفحصك ثاني. هنا تشوفون هاي صورة عندي، هاي المنطقة، هاي هي longitudinal section مقطع طولي. هنا أكو صار نشاط أشعاعي، هنا أكو كانسر بهاي المنطقة بالتشيست باللانج، دول اللي عندهم أورام بالرئة. لما أجيت أخذت لها هذا الكروس سكشنال بالسي تي سكان، هذه هي أهمية أنه أستفيد من البت والسي تي، فسميته بت سي تي، معالجة وحدة بنفس الوقت راح تعطينا صورة بيها الأكتيفيتي وين هنا، وبيها الأناتوميكال كروس سكشن، يعني من يجي الطبيب يريد يشيل الورم يعرف الورم وين صاير بالضبط. فهاي عندي اللانج والتريكيا والأيورتا، وين صاير الورم؟ صاير الورم في منطقة نحسة جدا هنا، أنا صاير بين هاي المنطقة. فهذه مثل هذا مثال على فحوص البت سي تي اللي يساعد الجراحين بالتعامل مع التيومورز. هنا أنا عندي هاي المنطقة، هاي هنا عندكم هذا عنده ميتاستاسز يعني أكثر من ورم منتشر بجسمه والعياذ بالله. هنا عنده بتشيست، أكو عنده هنا بتشيست، أكو عنده أكتيفيتي صايرة،
وهنا عنده بالمنطقة البروستيت الصور هي هاي، فناخذ لها مقاطع عرضية ونعرف وين بالضبط بيا منطقة. هذا بالنسبة إلى المحاضرة مالتنا اليوم، هي استكمال محاضرة البارحة. وإذا عندكم أسئلة عندنا مجال، يمكن عندنا 5 دقائق للأسئلة، وأي شيء تحتاجونه همين موجودة أنا بالكلية، تقدرون تسألون تقدرون تراجعوني وأجاوبكم على كل. شكرا جزيلا دكتورة للاستفسارات. دكتورة البوستيرور موشن.